نشوفوا في بداية تحضيراتك مع نادي وفاق اتحاد زغلول النشط في القسم الشرفي لولاية معسكر، كيف راك تشوف المجموعة اللي غادي تشرف عليها هذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دابري ما نشوف المجموعة راهم غير لي جون كيما راك تشوف، ورانا بريبارو في 15 ولا 20 جور، وهذا سي لو بروميي ماتش تاعنا اميكال مع الجينيور، وعلى حسب ما نشوف على حسب دابري المجموعة. عام تاع خير إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. ما هو الهدف تاعكم ان شاء الله؟ هدف صعود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نقوم في الاجراءات هنا وفي التحضيرات بدايه موسم الجاري 2022-2023 لاتحاد وفاق زغلول، ورانا مع مجموعه من الشباب على راسهم مدرب عبد الكريم ورئيس الفريق سمير شيخي سمير. انا نقوم بالتحضيرات هنا باش نبدا الموسم، والهدف تاعنا هو الصعود الى القسم الشرفي، اعاده الفريق الى مكانه المعهود. نشكر جريدة بولا على الحضور، ورانا كما قال لك بدينا في مباشرة التدريبات بداية ان شاء الله رغم الصعوبات والمشاكل وكاع ونقص الامكانيات غياب ارضية الميدان في زغلول، رانا نترينو هنا في البلدية مالغري البلدية تاعنا، مي رغم التنقل 60 لاعب ولا كل اسبوع يوميا في الاسبوع يغبلنا شوية النقص المادي للفريق. الفريق راه يعاني من الجانب المادي وزيد التنقلات، يعني شوية شيء مكلف، يكلفنا شويه ماديا، والميزانيه تاع البلديه ما تسمحش باش تدعم الفريق بالمال. نطالبوا المؤسسات هذه كيما جيكا، الشركات اللي راهم في المحيط تاع البلديه كاع يدعمونا ان شاء الله بربي، ونخلوا الفريق يتمشى ان شاء الله بربي. الفريق رانا نشوفوا بلي الفريق راه كاين هناك لاعبين من كل انحاء البلديه، وراه كاين مجموعه من الشباب الله يبارك. مجموعه. الهدف تاعكم ان شاء الله؟ الهدف نسطروا في البدايه ان شاء الله، ونشوفوا احنا بالبدايه نبدو ونشوفوا من بعد على حسب الامكانيه تاع اللعابه. احنا ماذا بينا نلعبوا صعود والقادم ان شاء الله أفضل. ونشكروا الجريده على الحضور ان شاء الله.